السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بخميس سيدي الحجاج ولاد مراح قليب سطات واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية، الخيرات تنوريوها الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 2/5/2024 بدينا عاد عادين هنا وعبدينه. هذا عادين معلم كزار وبو كزار، واني ما تيهضر ما تيسمع، واني معلم ويعرفوه القبيل هنايا. تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيت المرجان، اللحمة كي دايرة تنوريوها لجميع الحباب. ما عندي ما نقول، العجل الغلا كاين، الله يحسن العون. وشحال عادي؟ 17 16 17 برافو عليك. المليح كاين، المليح كاين وما عندي ما نقول. مرحبا سي عبدي الله، مرحبا 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 بهم جميعا، نحييهم كبار وصغار من طنجة القويرة في القرى في البادية في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكة المغربية، أهلا بكم جميعا. هذا حجاج المتخم هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح، ضرافات حجاج، راجل ضرافات وعندو الحانوت في لاكار في سيدي حجاج، عندو المليح. خيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرتاح. ضرافات حجاج اللحمة حمراء وزينة، تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرتاح. المليح كاين، تبقى راجل زين، ديما ديما تيخدم بكر غليظ وبكر زين ومليح. تنوريوها لجميع المشاهدين. شحال السي حجاج اليوم؟ 80 درهم. العجل دابا حنا العجل كي هنا كي الحانوت، تقول بحال بحال كي الحانوت كي هنا 80 درهم. اللحمه زينه. حتى الحاج مصطفى الريمي، مصطفى الريمي معروف هنا في سيدي حجاج بولاد مراح، راجل ظرافات وراجل معروف والعسل وزيت العود عنده في المحل. قولي باقي من البكاره، قولي باقي من البكاره، باقي من الوكلين. قول لي من الوكلين باش نعرف. من الوكلين من الثمانينات والسبعينات. اياك هذا الرجل قديم ومعروف وراجل درواش هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح. تا عنده تا العسل الحر والزيت العود، زيت العود. وكي داير السي مصطفى؟ واش تعود على هاد الغلاوات وهاد البركه ما تخطا؟ اش قلت يا سي مصطفى؟ كاين البركه، بركه ما تخطا، بركه الله ما تتخطا، واخا على الثمن تنقولوا على الثمن وكاين البركه. كاين البركه وكاين الثمن. تيقول لنا السي مصطفى كاين الثمن وكاين البركه. هذا مصطفى ود الحاج محمد الفقير، تا هو راجل ظرافات وتيحط في بلاصه ابوه هنا في سيدي حجاج بولاد مراح. أي جابر تا هو راجل تاعنا وراجل راجل مصواب وراجل ما عندي ما نقولو معروف ظرافات. جابر تا هو كزار، واللي علاش ما يخدمش في سيدي حجاج؟ ما بغاش يخرج ما بغاش يخرج. تبارك الله على جابر، تبارك الله على ولد الحاج محمد. مرحبا بولد الحاج محمد ومرحبا بجميع المشاهدين. مرحبا عايشة في فرنسا ولا طاليان ولا فين؟ فرنسا. فرنسا تحياتي ليهم كبار وصغار. كاع الجاليه المغربيه تحيه. كاع مساعدك لا تخافي مني. ياك ياك مرحبا. وشحال بعتي اليوم؟ 16 100. ما كاين بس، تبارك الله على السي مصطفى. الله يبارك. ترجع 80 درهم. 80 درهم 500. واخا رقيقة واخا. غالي السوق، لا رقيقة ولا بلدي ولا غالي السوق. ها؟ الجزائر بداو يخلصوا. بداو يخلصوا في هذاك الشيء اللي يدوسوا. ولا كيشري البيمة.
ولا كيشري البيمه اي ويعطي المولى البيمه ويزيدو فادي يزيدو 10 درهم من جيبو ثاني يقول لك عاون بها ترفو دي دي و10 درهم اخرى ولا بارك القرضه ما تخلص مول البيمه ولا هي ها فلوسي قالوا ها كسير قال لي كسير ها فلوسي دخلوا ولكن عطيني من جيبك واحد شويه تجيبو بحال الاخبار فعلا كاين الكسار اللي خليه دابا هذا الرجل توا ضرفات هنا في خميس سيدي حجاج بولاد مراح وعندو الحانوت في سيدي حجاج بولاد مراح شحال ود محجوب 1600 حيمات بلديين تدرتي 16 كي هناك الحانوت ولا كي هناك الحانوت تبيع ب 80 درهم اي هو جابر راه تاعنا كي غنديروا لجابر مرحبا بجابر وراجل راه ضربت اييه هذا حسن تاكو صاحبنا هنا في خميس سيدي حجاج بولاد مراح تبارك الله على سي حسن كي داير بخير اللحمه حمراء وزينه ولا شحنه بزاف اييه بعدي ما نقول بعدي ما نقول وغادي يكون الثمن زوين كي سوق المشاهدين راه قدام عند لحمات عيانين ياك ها هو تيعيه عمر دار الناس ياك عمر الحمد لله مشافو بعيني ويسمو مكوغ طيدي ويزيدو سبحان الله فعلا انت تا راجل ظرافه قول لي سي حسن واش غادي يكون الثمن كي تاع نهار بزاف كاين الناس اليوم ما شراتش علاش ما شراتش؟ ما كاينش الكره خاصها تعيش ان شاء الله خير ان شاء الله خير زيت الرمجه كنبيعو غير 80 درهم 80 درهم كي داير السوق على حساب نتاعك؟ هذه ب 8 يورو و 16 دارت 136 136 فرنك 86 80 فرنك 80 فرنك اليوم واش غادي دير؟ هاشم ومصطفى اليوم مصطفى تيتشبب هنايا تيتشبب في العيان ديال الحصان ياك ما عندك الندامة شوية شوية ايوا اش تعاود سي اليوم؟ كلشي زين زيتو كاين شي غلا ولا شويه؟ كاين غلا ضروري معولين عليه مع سام محز من عين تبارك الله على هاشم مرحبا مرحبا وبلا ما نعرضوا لك شي مرحبا بك اييه اييه مرحبا 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 شحال ما شفتي اليوم؟ سيدي حجاج شحال هذا ما جينا ليه تبارك الله حسن ولده عبد الرحيم والحباب تونا انا غادي الكليان خزنوا لي انت تخزن هذيك العنقره الكليان هذا محمد الحاج الشرقي حال السي مرجاني خزن شكرا لك الله يحفظك وبشحال باش بعتوا اليوم 80 درهم 80 درهم 80 درهم وما مسلكاش وما مسلكاش تيقول لنا عبد الرحيم 80 درهم وما مسلكاش. عبد الرحيم كيخاف الله ما كذبش عليك. لا والتبرك غادي تكذب علينا. شويه كذبت انا باقي صغير. تبارك الله على السي حسن. على الاخوان ديالنا في اوروبا كامله. مرحبا. الامارات. مرحبا بسياد. السي خالد. مع 16 اخويا. 16 البقري. البقري وفايت 17. وفايت 17 والغنمي شحال؟ الغنمي 2200. مرحبا 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 اصحاب دار بيدار كبرى مرحبا مرحبا شحال غنمي يا خالد خويا 2200 غنمي مليحه تاع الشواق كيما تشوفوا واللي بغى عندك كوتليطه شحال هاي 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 طيح ب 3000 قلت لك كوتليت ب 3000 وبشحال غادي يكون اللحم الحولي زعما؟ بحال اللحم الحولي فينا راه ما كيدوش 5000 ريال كيفاش؟ 5000 ريال كيفاش الحول؟ الكيلو الكيلو فعلا فعلا المختار ولد الحاج بوعزار قزار وفي سيدي حجاج بولاد مراه عندو الحوانت عندو الحانوت وهنا تيقزر لها السوق في خميس سيدي حجاج والجماعات الاخرى في الحانوت تيقول لنا 5000 ريال تقريبا وزياده فعلا هذا الشيء اللي الله يكون في عون الدروات هذا اللي كان وبشحال بعتي اليوم انت؟ كي هناك الحانوت والسلوك ما كاين والسلوك ما كاين الله يرطب بينا وصافي هذا اللي كان كي داير اسيدي
اجريتو علينا ما بقيتش جليتو البقره زيتو اياك جليتو من الجزيره اها فاش كانوا الجزيره يفرسوا ما كانوش عاقلين 17100 ما كاينش محل الجزيره قلت الشناقه ياك الناقه كرفسونا ولا زيدوا علينا الفلوس ايوا راه كنتو مصورتو الفلوس كورونا صورتو الفلوس اصبر الله يرضيك تصبر خلينا داوي معاك خلينا نعطيه قلت لي يا خويا عندكم درك سري تخلصوا في الخالص نخلصوا دابا نحطيه 17100 17100 16 ولكن مش عارفين قلت في كورونا وتبيعوا وفاش كنتو تديو ب 1000 وتبيعوا فيه ب 14 وا مصطفى فاش كنتو تديوه ب 1000 وتبيعوه ب 14 ما كنتوش عاقلين هذيك مزيانه انت مصطفى والحاج معطي تاكو عنده الحانوت في سيدي الحجاج بولاد مراح تاكو راجل ضرافات محنين هاد الجمال الله يطب بينا اقرب تشد الكونجي وان شاء الله خير شي شهر وشي 17 يوم ولا الله يطب بينا شحال سي حتى تبع عندو عجله كيما تشوفوا زوينه بلدية زوينه لحمتها زينه كنوريوها لجميع المشاهدين شحال الخيرات اليوم 16100 16100 تيكونوا هنا في سيد عجاج سيدي احمد كي داير بخير شاقين جوج رصاص هادو شتو؟ لا لا بهيمة وحدة شت هادي لون وهادي لون ولا جهة تكاوا أو جهة أخرى إيه بحال بحال جهة واخا مرحبا يوم شحال بعتي تاتا بحالك بحال 16100 وكي داير السوق؟ ها؟ فايت 16100 من يدينا هكا فايت 16 من يديكم ما كان لقيت شي واحد يديو الدوارة وتزيدو من جيوبة كاينة جاهية جاهية كاينة كتعطي الدوارة وتزيد من جيبك تزيد من جيبك فعلا ولا الثمن كاين ثمن خيالي ما بقيتوش تخزنوا الدوارة بقيتي دوارة وشحال يبيع؟ لقيت ايه 17 مسوقتين انا 17 ثمن خيالي ثمن كاين الله يحسن العون الله يجيب التيسير الراجل بخير ناشط فاصلتي علينا ب 10000 سيدي يا سيدي بسبيل الله هذا اللي كاين خوتنا ما نخليكمش ايوا اش نقولوا الله يهديه الله يهديه وصافي الله يحفظك الله يبارك فيك بشحال بعتي اليوم 17 عارف عارف جوله صغار بزاف بحال الغلبي لا عارف عارف هذاك الشيء كامل تهضر عليه كاين الغلا كاين الغلا في كل بلاصه الله يخليك شكرا لك مرحبا بالجميع تبارك الله عليك الناس ملاح والناس حبابنا هنا بسيد عزيز بولاد مراح انت هكا معنا انت هكا معنا الله يحفظك ياك في خير شحال هذا ما جينا عندكم هو مع الوقت العيا وصافي الحمد لله ياك نتوما ناشطين بخير واخا عندكم القلق راه الحمد لله على كل حال وبشحال بعتوا اليوم انت؟ ماشي خط غادي وخط جاي؟ ما كاينش شاد خط بالمعقول شاد الخط بالمعقول سال خطك خلف دخلت حشمان هذا عروبي هذا هذا عروبي هذا يلا هاو نصور هذا العيدي تاوك صاحبنا هنايا في السوق الاسبوعي بسيدي حجاج بولاد مراح تاوك راجل ضرافات وراجل عنده سلعه زوينه وصغيره كما تشوفوا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون ومرجان كي داير الوقت عندكم والثمن كاين الغلا وبشحال غتبيع اليوم من الكبده والقلب؟ على 150 درهم 2700 بالجملة زادت 100 من نهار اهلا من نهار 3 زادت 100 وهاد الشيء شي مخرج ديال الدار 90 درهم تاع الدار والشيء تاع هنا 100 درهم ثلاثة نوامر تاع الشيء اللي كاينين وهاد القلية شحال درتوا ليه؟ 500 مخلطة واللي بغا وحدة 40 درهم وهاد اللحم الراس 50 درهم مخلط وحده بشحال غتبيع؟ 70 درهم 70 درهم هذا لا عرفت الصغر بزاف مع ديما الكل الله يجيب التيسير